قلت للريس سيسي هذا الكلام. لما يحصل معايا كده يا ريس، وانا راجل كنت من الناس اللي مأيداك بقوه وبدافع عنك بقوه، ويتعامل معايا كده وانت لا تفعل لي شيء، هذا الكلام مرفوض تماما ولا اصدقه انك لا تعلم. لا، انت تعلم كويس قوي كل صغيره كبيره في هذا البلد. الحاجه الثانيه، انا من نوع اللي ما بيسكتش، ومش مستعد للسجن بس، خلي بالك انا مستعد للموت، لان انا لا انطق الا بالحق ارضاء لربي، اكيد مش للناس. وقال ايه واحد من الاخوان، يعني عفوا، بيقول لك هو الراجل ده يستحق الدعم بتاعنا؟ تخيلوا ان الراجل متخيل ان الدعم بتاعه انا كنت اسعى اليه، انتوا ما بتدعمونيش، انتوا عشان انا في خلاف بيني وبين النظام، فانتوا ضد النظام، مش مع ايمان البحر. ده شيء واضح جدا. لكن عيب انكم تكذبوا وتقولوا. والصحفي المحترم، الصحفي المحترم ما ينفعش يمشي حاجه كده. عندما يتم اعتقالي، مش مصر بس اللي هتعرف، العالم كله هيعرف. وانا مفاجاتي كتير قوي، خلي بالكم. ليه؟ لان الذي لا يخاف الا الله ومستعد للموت. وانا قلت كده للرئيس على صفحتي، يا رئيس الثورات ما بتقومش الا بامر الله عندما يقذف بحب الموت في قلوب الناس. فواحد حابب الموت وهو اصلا ميت،